الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال المؤلف رحمه الله: الزكاة في الدين. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان كان يقول: هذا شهر زكاتكم، ومن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة. هذا الباب في حكم من عليه زكاة، من عليه دين مستغرق لماله، هل تجب عليه الزكاة؟ رجل عليه 100 درهم دينا عليه، وعنده 100 درهم أو عنده عروض تجارة تساوي 200 درهم، هل تجب عليه الزكاة مع أن عليه دينا مستغرقا بماله؟ هذا هو الباب. فذكر الحديث عن ابن شهاب الزهري عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول: هذا شهر زكاتكم. يخاطب المسلمين في موعد دفع الزكوات وأدائها، فيقول: هذا شهر زكاتكم، ونحن ما عندنا تعيين لهذا الشهر الذي كان يشير إليه الخليفة رضي الله عنه، هل كان في رمضان؟ لأن بعض عادة الناس أنهم يؤدون زكوات أموالهم في رمضان، أو كان هذا الشهر أول العام الهجري في محرم، حيث إن بعض الناس يؤدي زكاة في هذا الشهر. ما عندنا تعيين لهذا الشهر الذي كان يشير إليه الخليفة. وعلى كل حال، ومن كان عنده مال عليه الزكاة وقد حال عليه الحول، فإنه يجب عليه أن يؤدي زكاته في أي شهر وافق تمام حوله، في رمضان أو في غيره. فيقول: فمن كان عليه دين فليؤدي دينه، من كان عليه دين فليؤدي دينه وليصفي ماله حتى تحصل أموالكم، حتى يتبين أموالكم التي يكون أو تكون فيها الزكاة بعد دفع الدين عن ماله فتؤدون منها الزكاة. فإذا عرفتم مالكم بعد أن أديتم الواجب من الديون، فإنكم يتبين لكم قدر أموالكم، ومن ثم تؤدون زكاتها. هذه المسألة وهي مسألة من عليه ديون ماذا عليه من الزكوات، اختلف أهل العلم فيها. قال أبو عمر رحمه الله: قول عثمان رضي الله عنه يدل على أن الدين يمنع من زكاة العين، وأنه لا تجب الزكاة على من عليه دين. وبه قال سليمان بن يسار وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وميمون بن مهران والثوري والليث بن سعد وأحمد وإسحاق أبو ثور، وهو قول مالك. إذن هؤلاء يقولون: إذا كان عليه دين مستغرق لجميع ما عنده من العين، يعني النقد أو العروض، إذا كان ما عليه من الدين يستغرق هذا المال الذي عنده وقد حال عليه الحول، فإنه لا يجب عليه أن يؤدي الزكاة، لأن هذا المال الذي عنده مستحق لغيره. يقول أبو عمر: وللشافعي في هذه المسألة قولان معروفان. الشافعي له قولان في هذه المسألة، أحدهما
أنه لا يلتفت إلى الدين في الزكاة، وأنه يوجب عليه الزكاة وإن أحاط الدين بماله، لأن الدين في ذمته والزكاة في عين ما بيده. القول الأول للشافعي رحمه الله يقول: إن الدين لا يمنع من وجوب الزكاة عليه، وذلك لأن الجهة منفكة أو مختلفة، فالدين في ذمته والزكاة فيما عنده من المال. فالدين لما كان في ذمته ولم يجب في عين ما عنده، فإنه يجب أن يسدد الدين من ذمته إذا وجد شيئا. وأما الزكاة فإنها تتعلق بعين هذا المال الذي عنده، فيجب أن يؤدي زكاته. القول الآخر يقول: إن الدين إذا ثبت لم يزكي أموال التجارة إذا أحاط الدين بها. القول الثاني هو القول الذي يوافق من قبله ممن ذكرنا قوله في ذلك، وهو أن هذا الدين الذي عنده إذا كان يستغرق ما عنده من مال فإنه لا زكاة عليه في هذا المال الذي قد أحاط به الدين واستغرق ما عنده. إذن المسألة اختلف فيها أهل العلم وبه قال مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني أن عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما يأمر برده إلى أهله وتؤخذ زكاته لما مضى من السنين، ثم عقب بعد ذلك بكتاب أن لا تؤخذ منه إلا زكاة واحدة فإنه إن كان ضمارا. هذا الأثر رواه الإمام مالك عن شيخه أيوب بن أبي تميمة، واسم أبي تميمة ماذا قلنا؟ كيسان العراقي. أن عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما. لما كان عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رحمه الله، وكانت هناك قضايا قد ارتكبها من قبله من ملوك الجور من بني أمية، كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما، يعني أخذ بعض الولاة من أيدي بعض المسلمين ظلما، يأمر برده إلى أهله، أمر أن ترد هذه الأموال إلى أهاليها لأنها أخذت منه على غير الوجه الشرعي، وتؤخذ زكاته لما مضى من السنين. هذا المال الذي كان عند هذا الملك الظالم مكثت عنده سنوات، مثلا سنتين، ثلاثة، أربع سنوات، فأمر إذا رد هذا المال إلى صاحبه الذي أخذ منه ظلما أن يؤدي صاحبه الذي غاب عنه هذا المال فترة طويلة بأن يؤدي زكاة ما مضى عليه من السنين، فإذا غاب عنه سنتين أو ثلاث فإنه يجب عليه أن يؤدي زكاته لما مضى من السنين الذي كان هذا المال بيد هذا الملك الجائر. ثم عقب بعد ذلك بكتاب. وقد قالوا إن الخليفة عمر رحمه الله كان يرد المظالم إلى أهاليها التي ارتكب من قبله من خلفاء بني أمية. يقول: ثم بعد ذلك تغير رأيه، عمر نفسه تغير رأيه رحمه الله، فكتب كتابا آخر
يستدرك ما كتبه في أول الأمر أن لا تؤخذ منه إلا زكاة واحدة. يعني إذا كان هذا المال غائبا عن مالكه 5 سنوات مثلا ورجع إليه ماله فإنه يدفع عنه زكاة عام واحد. والسبب في ذلك أن هذا المال كان ضمارا الذي غاب عنه كان ضمارا. وقد جاء تفسير الضمار في هذا الأثر في رواية ابن عيينة. يقول أبو عمر: وقد روى سفيان بن عيينة هذا الخبر وفسر فيه الضمار عن عمرو بن ميمون قال: كاتب عمر بن عبد العزيز إلى ميمون بن مهران. بعض الروايات تفسر بعضا وتزيد ببعض الفوائد التي يتبين بها ما أجمل في بعض الروايات. يقول: كتب عمر بن عبد العزيز إلى ميمون بن مهران أن انظر أموال بني عائشة التي كان أخذها الوليد بن عبد الملك فهدها عليه. في هذا الأثر تبين أصحاب هذه الأموال وقال إن هذه الأموال كانت لبني عائشة، وعائشة هي عائشة بنت طلحة بن عبيد الله التيمي، فبعض أحفادها كأنه أخذ منه أو أخذ هذا المال غصبا أو ظلما، والذي تولى كبر هذا الظلم وأخذ هذا المال من هؤلاء الوليد بن عبد الملك بن مروان الأموي، وقد كان قبل الخليفة عمر بن عبد العزيز، فكان يرد ويصحح ما ارتكب هذا الخليفة الوليد بن عبد الملك. يقول: خذ زكاتها لما مضى من السنين. قال: خذ زكاة ما مضى من السنين. ثم أردفه بكتاب آخر فقال: لا تأخذ منها إلا زكاة واحدة. فلو أن رجلا أخذ منه رجل آخر ماله ظلما وهو يصل إلى النصاب الشرعي، فمكث عند هذا الظالم 2 سنين أو 5 وأكثر، فإنه لا يجب عليه إلا زكاة عام واحد حين يرجع إلى يده، بشرط أن يكون هذا المال كان ضمارا. يقول: والضمار الذي لا يدري صاحبه أيخرج أم لا. هذا هو تفسير الضمار، يعني مال أخذ منه وهو لا يدري هل يرجع هذا المال إليه أو لا يرجع. هذا هو تفسير الضمار في هذا الأثر. لكن إذا أخذ منه مال وهذا الذي أخذ منه على جهة الغصب ثم أقر له ورضي أن يرده إليه، أو أخذ منه دينا، فإن هذا ليس بالضمار، بل يجب عليه أن يؤدي زكاته لما مضى من السنين. فهذا المال الغائب يختلف أمره، فإن كان ضمارا فإنه فيه زكاة عام واحد، وإن لم يكن ضمارا فإن فيه الزكاة لما مضى من السنين. قال مالك عن يزيد بن خصيفة أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله عليه زكاة، فقال: لا. هذا يوافق ما ذهب إليه الخليفة عمر بن عبد العزيز، وقد جاء ذكر اسمه حين سردنا أسماء القائلين بهذا القول. فهذا سليمان بن يسار وهو من فقهاء المدينة، لما سئل عن رجل له مال وعليه دين مثله
عنده 100 درهم وعليه دين 200 درهم عليه زكاة؟ قال لا. قال يعني يحيى قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين أن صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه وإن أقام عند الذي هو عليه سنين ذوات عدد ثم قبضه صاحبه لم تجب عليه إلا زكاة واحدة. هذا الإمام مالك يعلق على هذه الآثار التي ساق أسانيدها فيقول الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. إذن إذا قال الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا معناه أن هذا الأمر كان مقررا في دار الهجرة أيام الفقهاء 7 من مشايخ الإمام مالك. قال الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين أن صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه وإن قام عند الذي هو عليه سنين ذوات عدد. فإذا مكث هذا المال أو هذا الدين عند الذي استدانه فإنه إذا قبضه لم تجب عليه إلا زكاة واحدة. فإن قبض منه شيئا لا تجب فيه الزكاة فإنه إن كان له مال سوى الذي قبض تجب فيه زكاة فإنه يزكى مع ما قبض من دينه ذلك. كان له مثلا على رجل 100 درهم وعنده في متجره 100 فقبض 100 من صاحب هذا الدين من هذا المدين أخذ من مدينه 100 هذه 100 إذا أضيفت إلى ما عنده بلغ المجموع نساب زكاة فيجب عليه أن يؤدي زكاته لما أخذ من مدينه ولما كان في يده من مال تجارته. يقول فإن قبض منه شيئا لا تجب فيه زكاة هذه 100 لا تجب فيها الزكاة فإنه إن كان له مال سوى الذي قبض تجب فيه زكاة فإنه يعني هذا المقبوض من مدينه يزكى مع ما قبض من دينه ذلك. لا فإنه هذا المال الذي كان عنده سوى الذي قبض هذا المال الذي كان عنده يزكى مع ما قبض من دينه ذلك. طيب قال وإن لم يكن له ناض غير الذي اقتضى من دينه وكان الذي اقتضى من دينه لا تجب فيه زكاة فلا زكاة عليه فيه ولكن ليحفظ عدد ما اقتضى فإن اقتضى بعد ذلك ما تتم به الزكاة مع ما قبض قبل ذلك فعليه فيه الزكاة. هذه صورة أخرى لهذه المسألة وهي أنه لم يكن له مال ناض والمال الناض هو الذهب والدرهم هذا يقال له العين أو النقد أو الناض غير الذي اقتضى من دينه يعني ليس له مال آخر يضيف هذا الذي اقتضى من مدينه ليس له مال آخر وكان الذي اقتضى من دينه لا تجب فيه الزكاة هذا القدر الذي أخذ من مدينه لا يبلغ نصابه. يقول ليحفظ عدد ما اقتضى يكتب العدد الذي اقتضاه من مدينه فإنه إذا أخذ 100 فإنه يكتب أنه استلم من مدينه 100 فإن اقتضى بعد شهور مثلا ما تتم به الزكاة يعني اقتضى بعد 6 المئة الأخرى يقول يزكي هذا معها يعني يزكي 100 الأولى مع 100 الثانية فيكون هذا النصاب باعتبار ما قبضه في أول العام مثلا وباعتبار ما قبضه من مدينه في آخر العام. فإن اقتضى بعد ذلك ما تتم به الزكاة مع ما قبض قبل ذلك فعليه فيه الزكاة. طيب فإن كان قد استهلك ما اقتضى أولا أو لم يستهلكه
فالزكاة واجبة عليه مع مقتضى من دينه. لكن هذا الرجل كان محتاجا فاستعمل هذه المئة التي اقتضاها من مدينه، استعمله انتهى، أو لم يستهلك بل بقيت عنده قنية مثلا، يقول الزكاة لا تختلف، سواء استهلكه واستعمله وانتهى أو لم يستهلكه بل مكث عنده سواء، يزكي الجميع، يزكي عن الجميع. فالزكاة واجبة عليه مع ما اقتضى من دينه، فإذا بلغ ما اقتضى 20 دينارا عينا أو 200 درهم فعليه فيه الزكاة. إذا وصل هذا الذي اقتضاه مرتين أو 3 مثلا، إذا جمع فإذا وصل إلى 20 دينارا أو 200 درهم فإنه عليه فيه الزكاة. ثم ما اقتضى بعد ذلك من قليل أو كثير فعليه الزكاة بحساب ذلك. ثم إذا كان هذا المدين عليه ديون أخرى فكلما أخذ قدرا تجب فيه الزكاة، فإنه بمجرد ما تقع في يده يزكي عن هذا الدين الذي استلمه من مدينه. طيب، قال مالك: والدليل على أن الدين يغيب أعواما ثم يقتضى فلا يكون فيه إلا زكاة واحدة أن العروض تكون عند الرجل للتجارة أعواما ثم يبيعها، فعليه فليس عليه في أثمانها إلا زكاة واحدة، وذلك أنه ليس على صاحب الدين أو العرض أن يخرج زكاة ذلك الدين أو العرض من مال سواه، وإنما تخرج زكاة كل شيء منه ولا تخرج زكاة من شيء عن شيء غيره. هذه المسألة حسب ما قرره، يقول الدليل فيها أن الدين يغيب أعواما، هذا الدين يغيب أعواما ثم يقتضى، يعني يؤخذ من مدينه، فلا يكون فيه إلا زكاة واحدة، فلا يكون فيه إلا زكاة واحدة. طيب، أن العروض تكون عند الرجل لتجارة أعواما، هذه مسألة أخرى، يقيس مسألة الدين على عروض التجارة، يقيس مسألة الدين الذي غاب عنه أعواما كثيرة على مسألة عروض التجارة عنده، فيقول هذه مثل هذه، إذا غاب الدين أعواما كثيرة ثم رجع إليه فإنه يؤدي زكاة عام واحد. مثل العروض، عروض التجارة تكون عند الرجل للتجارة أعواما ثم يبيعها، هذا كان عنده دكان فيها أمتعة، فيها أقمشة، فيها أشياء، لكن ما كتب له أن يبيع ويشتري خلال عام كامل، ما جاء أحد يشتري منه شيئا، مكثت هذه سنة أو سنتين ما جاء أحد يشتري شيئا. هذه المسألة عند الإمام مالك لا تجب فيها الزكاة إلا إذا باع، ولو مكثت هذه العروض التجارية وهي تبلغ في القيمة النصاب ومكثت عنده أعواما فإنه لا زكاة فيها إلا إذا باعها، فإذا باعها زكى زكاة واحدة وإن مكثت عنده سنين ذوات عدد وهي تبلغ في القيمة النصاب. إذن هذه مثل هذه، رجل مثلا عنده أراضي أو عنده مزارع أو عنده بيوت يتاجر بها، وقد اشتراها بنية التجارة، بيوت، أراضي، مزارع وما أشبه ذلك، لكن ما وجد أحدا يشتريها منه فمكثت عنده 5 سنوات مثلا، عند الإمام مالك إذا باعه بعد 5 سنوات
يؤدي زكاة عام واحد وليس عليه زكاة طيلة هذه الفترة التي لم تنفق هذه العروض فيها. هذا مفهوم. لكن يخالفه سائر الأئمة ويقولون إن الدين إذا مكث عند صاحبه يعني عند مدينه سنين ثم رجع إليه فإنه يجب عليه أن يؤدي عدد الأعوام التي ما زكى فيها. كذلك عروض تجارة إذا ما نفقت عنده بل مكثت عنده سنين فإنه يجب عليه أن يقومها حسب القيمة المعتدلة القيمة العدل فيؤدي الزكاة وإن لم تنفق هذه الأراضي أو هذه المزارع أو هذه البيوت. القيمة تتعلق في الزكاة تتعلق في قيمتها. فخالفه صائر الأئمة في هذه المسألة في مسألة الديون التي مكثت سنين عند المدين وكذلك العروض التي مكثت عنده سنين ولم يستطيع أن يبيعها في هذه السنين. وعروض التجارة عند الإمام مالك نوعان، نوعا يسميها المدير أو الإدارة ونوعا يسميها العروض الماكثة. المدير عنده الرجل الذي عنده دكان أو بقالة يبيع ويشتري كل يوم، يشتري ويبيع يشتري ويبيع، هذا يجب عليه أن يقوم هذا إذا مضى العام ما عنده من النقد والعرض، وفي هذا يوافق قول سائر الأئمة، لكنه يخالف فيما إذا مكثت هذه العروض عنده ولم تنفق ولم يستطع أن يبيعها، فإنه يجب عليه إذا باع بعد ذلك زكاة عام واحد. هذا مفهوم. يقول وذلك أنه ليس على صاحب الدين أو العرض أن يخرج زكاة ذلك الدين أو العرض من مال سواه، من مال سواه. يقول والسبب في ذلك أن زكاة كل مال منه، فلا تؤدى زكاة مال من مال آخر. وهذا الرجل هذه الديون التي كانت له ما وصلت عنده حتى يؤدي منها زكاة، وليس عليه أن يؤدي زكاة هذه الديون من ماله الخاص. يقول هذا ما كتب عليه. كذلك عروض هذه التجارة إذا ما نفقت ولم يستطع أن يبيعها فإنه لا يجب عليه أن يأتي من عنده بمال آخر حتى يؤدي زكاة هذه العروض التي ما باعها. يقول هذا ما كتب عليه لأن هذا فيه شيء من الجو. يقول هذا فيه شيء من الجو، عليه زكاة في هذه الأموال لكنه يؤدي من مال آخر من ماله الخاص. يقول لا هذا ما كتب عليه. يقول وإنما تخرج زكاة كل شيء منه ولا تخرج الزكاة من شيء عن شيء غيره، يعني لا تؤدى زكاة مال معين من مال آخر بل منه تدفع منه. فهذا اختلاف أهل العلم في هذه المسألة. يقول أبو عمر وقد قال كقول مالك في ذلك عطاء والحسن وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي كل هؤلاء يقولون ليس عليه إلا زكاة واحدة. وخالفه سائر الأئمة فيقولون الديون والعروض بيعت أو ما بيعت عليه الزكاة في كل عام حسب التقويم الذي يقوم بها. قال يعني يحيى قال مالك الأمر عندنا، الأمر عندنا في الرجل يكون عليه دين وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين. الأمر عندنا في الرجل يكون عليه دين وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين، ويكون عنده من الناض
سوى ذلك ما تجب فيه الزكاة، فإنه يزكي ما بيده من ناض تجب فيه، فإنه يزكي ما بيده من ناض تجب فيه الزكاة. هذه مسألة أخرى. يقول الأمر عندنا في الرجل يكون عليه دين، هذا الرجل عليه دين وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين، وهذا الرجل عنده عروض تساوي ما عليه من الدين، عنده عروض في دكانه بمئتي درهم مثلا وعليه دين في مئتي درهم، ويكون عنده من الناض سوى ذلك ما تجب فيه الزكاة، لكن عنده نقد آخر في الدكان، عنده عروض في الدكان وعنده نقد آخر، هذه العروض تساوي ما عليه من الدين، فإذا قوبلت العروض بما عليه من الدين فإنه يبقى عنده مال ناض يعني عين فتجب فيه الزكاة، فإنه يزكي ما بيده من ناض تجب فيه الزكاة. قال يعني يحيى قال مالك وإن لم يكن عنده من العرض والنقد إلا وفاء دينه فلا زكاة عليه حتى يكون عنده من الناض فضل عن دينه ما تجب فيه الزكاة فعليه أن يزكيه. هذه خلاف المسألة الأولى، وهي أنه إذا لم يكن عنده من العرض والنقد إلا وفاء دينه، ما له من العرض والنقد لا زيادة فيهما بما عليه من الدين، عنده 100 نقد و100 عرض وما عليه 200، يقول لا زكاة عليه حتى يكون عنده من الناض فضل عن دينه، حتى يكون ما عنده من المال الناض فضل عن دينه ما تجب فيه الزكاة فعليه أن يزكيه. هذا مفهوم؟ ها يا جماعة، زكاة العروض. قال مالك عن يحيى بن سعيد عن زريق بن حيان وكان زريق على جواز مصر في زمان الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز، فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن انظر من مر معك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات من كل 40 دينارا دينارا، فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ 20 دينارا، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا. هذه المسألة هي مسألة وجوب الزكاة في عروض التجارة. هذا الباب عقده الإمام مالك لبيان هذه المسألة، وهي أن الصحيح المجمع عليه أن زكاة واجبة في عروض التجارة، ثم أورد هذا الأثر عن زريق بن حيان وكان زريق على جواز مصر، يعني كان هذا الرجل في نقطة التفتيش في مصر، في المكان الذي يدخل إلى مصر منه وضع هذا الرجل ليضع الزكوات على التجار من المسلمين، فكل من مر به بأموال تجارة فإنه لا يمر به ولا يجوزه حتى يؤدي زكاة ما عنده من أموال التجارة. هذا الرجل كان على جواز مصر، يعني المكان الذي يجوز الناس منه إلى مصر، يعني كأنها نقطة الجوازات بالمفهوم المعاصر، في زمان الوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز، فذكر هذا الرجل أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه في أيام عمر، كتب إلى زريق
أن انظر من مر معك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات من كل 40 دينارا. يقول كل من مر من التجار المسلمين فإنك تأخذ من كل 40 دينارا. دينار هو العشر. ها؟ ربع العشر يعني 20 فيها نصف دينار، ربع العشر، والعشرون الأخرى فيها دينار. فكل من مر وعنده من النقد وعروض التجارة ما يساوي 20 دينارا فإنه يؤخذ منه دينار. فما نقص فبحساب ذلك، إذا نقص شيء من 40 فبحسابه حتى تبلغ 20 دينار. فإن نقصت، طيب نقصت عن 20 دينارا بأي شيء تنقص؟ يقول نقصت 0.5 دينار فدعها، لأن ماله ما وصل إلى النصاب الشرعي، فدعها ولا تأخذ منها شيئا. وهذا الأثر صحيح ويدل على أن عمر وغيره كانوا يأخذون زكاة العروض، لأنه يقول هنا أبو عمر ما كان عمر بن عبد العزيز يتجرأ على مثل هذه المسألة إلا بعد المشاورة لأهل العلم من أهل المدينة. قال أبو عمر معلوم عند جماعة العلماء أن عمر بن عبد العزيز كان لا ينفذ كتابا ولا يأمر بأمر ولا يقضي بقضية إلا عن رأي العلماء الجلة ومشاورتهم والصدر عما يجمعون عليه ويذهبون إليه ويرونه من السنن المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه المهتدين بهديه المقتدين بسنته. وما كان ليحدثوا في دين الله ما لم يأذن الله به مع دينه وفضله. وقالوا إنه اقتدى في ذلك بعمر بن الخطاب جده من قبل أمه رضي الله عنه، فكان عمر أيضا يأمر التجار بأن يدفعوا زكاة تجارتهم. طيب لكن هنا يقول إذا نقص 0.5 دينار، هل هذا التحديد صحيح؟ لو نقص 0.5 دينار، طيب لو نقص أقل من 0.5 دينار كأن نقص 0.25 دينار، فعند الإمام الخليفة عمر بن عبد العزيز تجب فيه الزكاة، لأن مدار النقص الرافع لوجوب الزكاة أن يصل إلى 0.25 دينار. لكن يقول هنا هذا ليس بلازم، لأن الحديث فيه ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وهذا الحديث فيه بيان للنقص، فأي نقص ينقص هذا المال عن 5 أواق وهي يعني 200 دينار 200 درهم فإنه ليس فيه زكاة أيا كان هذا النقص، ولا يتقيد النقص بأن يكون 0.25 دينار وما أشبه. طيب مسألة أخرى وهي تجار أهل الذمة الذين يمرون وكذلك تجار أهل الحرب الذين يمرون ماذا عليه؟ يقول من مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من كل 20 دينارا. هؤلاء يأخذ منهم العشر الكامل 20 دينارا. ها؟ هذا العشر كيف؟ ها؟ 20 دينارا يعني 10 فيها ربع العشر والعشر الأخرى فيها ربع العشر، يعني فيها نصف دينار ونصف دينار دينار.
فهؤلاء من أهل الذمة إذا كانت عندهم أموال تجارية ومروا بهذا الرجل فإنه يأخذ من 20 دينارا من 20 دينارا دينارا، ويأخذ من المسلمين من 40 دينارا دينارا. يقول فما نقص في بحساب ذلك حتى تبلغ 10 دنانير. فإذا كانت عنده 10 دنانير هذا الذمي، يقول إذا نقصت 1/3 دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا، لأن ما كان أقل من هذا المبلغ فهو بمثابة النفقة، والنفقة لا زكاة فيها. يقول واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابا إلى مثله من الحول. هي مسألة مهمة. يقول خذ أو اكتب لهم كتابا مما تأخذ منهم، يعني من التجار المسلمين، إذا أخذت منهم زكاة عام فينبغي أن تكتب لهم أنك استلمت زكاة العام في كذا وكذا من التاريخ، حتى لا تتكرر عليهم زكاة التجارة مرات ومرات خلال العام الواحد. فهذا حقهم، إذا أخذ منهم زكاة أموالهم فإنه يجب أن يكتب لهم التاريخ الذي أخذ منهم هذه الزكوات فيها. يقول اكتب لهم بما تأخذ منهم كتابا إلى مثله من الحول، إلى مثله من الحول. طيب، هنا يقول أبو عمر خالف مالك عمر بن عبد العزيز في هذا الباب لما رواه، يقول عن الزهري عن السائب قال كنت عامرا مع عبد الله بن عتبة على سوق المدينة في زمن عمر، فكان يأخذ من النبط العشرة، فرأى مالك أن قول عمر أعلى من قول عمر بن عبد العزيز فمال إليه في أخذ العشر من الذمي. عمر بن عبد العزيز كانت سنته أن يؤخذ منه ربع العشر من الذمي، لكن عمر يقول ثبت عنه أنه كان يأمر أهل الذمة أن يؤخذ منهم العشر الكامل، إذا كان عنده 10 يؤخذ منه دينار. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا فيما يدار من العروض للتجارات أن الرجل إذا صدق ماله، يعني أدى زكاة ماله ثم اشترى به عرضا، أدى زكاة ماله ثم اشترى بماله عرضا بزا، يعني قماشا أو رقيقا أو ما أشبه ذلك، ثم باعه قبل أن يحول عليه الحول من يوم أخرج زكاته، فإنه لا يؤدي من ذلك المال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم صدقه، وهي زكاة المدير، الرجل الذي يبيع ويشتري خلال العام الواحد مرة. ففي هذه المسألة يشبه قوله قول سائر أهل العلم، وأنه إذا أدى زكاته في تاريخ معين ثم باع واشترى بعد ذلك فإنه لا يؤخذ منه الزكاة إلى أن يأتي التاريخ في العام القادم في نفس الموعد، ثم باعه قبل أن يحول عليه الحول من يوم أخرج زكاته فإنه لا يؤدي من ذلك المال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم صدقه، وأنه إن لم يبع ذلك العرض سنينا. وهي المسألة التي خالف فيها الإمام مالك غيره من أهل العلم، كانت عنده عروض تجارة ولكنه لم يبع ذلك العرض سنين، مكثت عنده سنين. يقول هنا بارت، ويظهر أن بارت هي معناها عندنا، نحن نقول بارت يعني ما نفقت، وهو يقول بارت عنده يعني ما نفقت أيضا، فهي كلمة صومالية عربية. بارت عنده، يقول لم يجب عليه في شيء من ذلك العرض زكاة وإن طال زمنه، فإذا باعه فليس عليه إلا زكاة واحدة. هذا واضح. طيب، يقول هنا كأن هذه المسألة يعني ما وافقه فيها إلا أفراد معدودة،
يقول: قال أبو عمر هنا مذهب مالك وأصحابه أن التجارة تنقسم عندهم قسمين: رجل يبتاع السرع حين رخصها ويرتاد نفاقها فيأتي ذلك العام والأعمام ولم يبع تلك السلعة وقد نوى التجارة فيها أنه لا زكاة فيما اشترى من العروض حتى يبيعها، فإذا باعها بعد أعوام لم يكن عليه أن يزكي إلى العام الواحد. يقول: وقد روي مثل قول مالك في ذلك عن الشعبي وعمر بن دينار وعبد الكريم بن أبي المخارق. يقول: والآخر هو الذي يسمونه المدير، وهم أصحاب الحوانيت بالأسواق الذين يبتاعون السلع ويبيعون في كل يوم ما أمكنهم بيعه مما أمكن من قليل الناض وكثيره، ويشترون من جهة ويبيعون من جهة أخرى. فهؤلاء إذا حال الحول عليهم من يوم ابتدأوا تجارتهم قوموا ما أيديهم من العروض في رأس الحول، فيضمون إلى ذلك ما بأيديهم من العين، ويزكون الجميع لحوله، ثم يستأنفون حولا من يوم زكوه، وهي مسألة واضحة. قال يعني يحيى: قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يشتري بالذهب أو الورق حنطة أو تمرا للتجارة ثم يمسكها حتى يحول عليها الحول ثم يبيعها، أن عليه فيها الزكاة حتى حين يبيعها، فإذا بلغ ثمنها ما تجب فيه الزكاة. وليس ذلك مثل الحصاد يحصده الرجل من أرضه، ولا مثل الجدار. يقول: رجل يشتري بالذهب أو الورق حنطة أو تمرا للتجارة ثم يمسكها حتى يحول عليها الحول ثم يبيعها، مكثت عنده عاما كاملا ثم باعها، أن عليه فيها الزكاة حين يبيعها. هي مسألة تجارة البائرة، يعني ما كيف يزكي حين يبيعها، إذا بلغ ثمنها ما تجب فيها الزكاة. يقول: وليس ذلك مثل الحصاد يحصده الرجل من أرضه، ولا مثل الجداد أو الجداد بفتح الجيم وكسره. لكن هذا يخالف رجل عنده مزرعة وقد حصد مزرعته وجاءت فيها حبوب تساوي 5 أوسق، هذه ما فيها انتظار حول، بل يجب أن يؤدي زكاته بمجرد ما صفى ما عنده مما يبلغ 5 أوسق. قال يعني يحيى: قال مالك: وما كان من مال عند رجل يديره للتجارة، وما كان من مال عند رجل يديره للتجارة ولا ينض لصاحبه منه شيء يجب عليه فيه الزكاة، فإنه يجعل شهرا من السنة يقوم ما فيه ما كان عنده من عرض للتجارة، ويحصي فيه ما كان عنده من نقد أو عين، فإذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكيه. هي مسألة المدير عنده، المدير عنده يوافق قوله فيه قول سائر أهل العلم، فيقول: رجل عنده مال يديره للتجارة يبيع ويشتري ولا ينض لصاحبه منه شيء تجب فيه زكاة، لكن الحاصل من العين أو النقد لا يجب فيه زكاة، يعني ما صفى له شيء في آخر العام إلا 100 درهم مثلا، فإنه يجعل له شهرا من السنة يقوم فيه ما عنده من عرض للتجارة، هو يجعل له شهرا من السنة، في هذه الشهر ما دام أنه مدير يبيع ويشتري باستمرار في العام داخل العام، يقول: فإنه يجعل شهرا من السنة يقوم فيه ما كان عنده من عرض للتجارة، ويحصي فيه ما كان عنده من نقد أو عين، ثم يحصي ما عنده من العرض والنقد، فإذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكي. هذا واضح يعني. قال مالك: ومن تجر من المسلمين ومن لم يتجر سواء، ليس عليهم إلا صدقة واحدة في كل عام تجروا فيه أو لم يتجروا. يقول: الناس سواء في التاجر وغير تاجر، كل من عنده مال يبلغ نصابا، رجل عنده ذهب في خزانته لا يتاجر فيه أو يتاجر فيه، كله سواء، عليه زكاة عام واحد
لما يتاجر فيه ولما لا يتاجر فيه من